السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. غنشرحو فيه لي سيستيم دو نيميغاسيون منظمات العد. منظمات العد غادي نشرحها بسرعة لأنني صراحة معطل، دونك هي ماشي شي حاجة اللي صعيبة. لي باز دي نمبرومون حاليا حنا تنخدمو ب تنخدمو بلي باز لا باز ديسيمال. مثلا نقول لي نومبر اللي كتبتكم هنا، حنا دابا تنخدمو بلا باز ديسيمال حاليا. ملي كنقول لك 10 تنقول لك الاعداد 12، راه حنا خدامين في لا باز ديسيمال او نظمة العد العشري. مثلا انا غنشد لكم نطلق لكم شي حاجه اللي كتعرفوها كيف ما عودتكم في الفيديو ديالي، وغنجي نغاليزيو الشيء الجديد الان. دونك هانت دابا مثلا ملي كنقول لك الاعداد 12، هذا راه مكتوب في العد نظمة العد العشري، تنظرها بحال هكا 10. احنا ما تربطوش ان هذه نظمات العد اللي خدامين بها، هو السيستم ديال النيميغاسيون اللي خدامين به. فمثلا 12 راه هي جوج، اولا هي نقولوا هي واحد في 10 زائد جوج في 10 او الزيرو، لان 10 او الزيرو هي واحد، دونك بحال جوج في واحد. بحال عندنا 10 زائد جوج، 10 هي هذه وجوج هي هادي. فوالا لاحظوا اننا كتبنا لاباس ديس، كاين هنا 10 اس واحد هنا 10 اس. مزال مثلا جيت 121، هذا راه هو اولا نديرو 221، راه هي جوج في 10 اس جوج زائد جوج في 10 اس واحد زائد واحد في 10 الزر. مزيان، اذا اش كنلاحظوا ان اي عدد مثلا كان ا بي سي دي في نظمة العد 10 بحال دابا هنا، من بعد نولي نرمزو في هاد مثلا كنحددو ان نظمة العد خدام فيها بحال دابا خدام في 10. اش كاين ان هاد العدد هو ا في 10 اس شحال، شحال كاين من العدد هنايا 3، الوغ بدينا ب 2 حيت كنوصلو حتى الزيرو، داكشي باش كنبداو ب 2. وخا كاين 4 غنبداو ب 3، 3 زائد بي في 10 اس 2 زائد سي في 10 اس 1 زائد دي في 10 اس 0. شوف كيفاش. الوغ دابا غنكتشفو نظمة العد اون جينيرال، او لي سيستيم دو نيميغاسيون اون جينيرال اشنو هو. Le système de numération, par exemple, notre division, la base B d'un système de numération présente le nombre d'unités d'un certain rang nécessaire pour former une unité de rang immédiatement supérieur. Moi, je vais vous faire un peu de je m'interroge du vidéo. B, par exemple, base, la base, la base, notez-vous B. Chiffre, on fait les chiffres de base. 10 la chaîne de l'année l'ensemble B 0 1 2 B moins 1 voilà, il y a des soit B caractère chiffre en base 10. Voilà, et donc les chiffres les kinen la base 10, la base 10, je nomme les chiffres les kinen faire. كاين 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هادو هما لي شيفر اولا الارقام اللي كاينين في لاباز 10. كاين من 0 حتى 9، صافي هادو هما الارقام اللي كاينين. داكشي علاش كنا كنقولوا اون جينيرال اون باز، اون باز كانت لاباز مثلا 10، ارقام كاينين من 0 حتى 9. هذاك الشيء اش الاعداد في لاباز ديس كنكونوهم من ارقام كاينين من 0 حتى 9، يعني بحال دابا هاد ا بي سي دي مكتوب، راه كل ا و بي و سي و دي غيكونوا اعداد من 0 حتى 9 صافي. دونك وهادو كما كتشوفوا هادو هما لي شيفر، هادو
هما لي شيفر اللي كيخليونا نكتبوا هذاك الاعداد في لاباز 10 بدون ما انني نطول بزاف. دونك غنستعمل البي دي اف وغادي نحاول نزل بشويه. انت مثلا في لو سيستيم ديسيمال نظمة العد الاشاري، مثلا خدينا واحد ان هو وجوج ثلاثة خمسة ستة ولا 2356. هذا العدد راه مكتوب، يعني جينا نرمزو له 2 3 5 6 لا باز 10 ولا غنديرو واحد لبعض. هاد لانديس 10 كي انديكي ولا كيقول لنا بلي راه حنا خدامين في لا باز 10، صافي بلي خدامين في لا باز 10. وهاد لي نومبر هاد لي شيفر هما اللي كيعطيونا، بحال دابا انا ان غيكون هو 2 و 10 بليزون 3، بحال اللي وريتكم قبيله ها هو كيتكتب بحال هكا. هاد ديكومبوزيسيون هي اللي غنخدمو بيها في لي باز الاخرين كيف ما بغاو يكونوا. مثلا الا كانت بلاصه 10 واحد البي باز بي كيما بغات تكون باز بي، غيكون هنايا بلاصه 10 يكون بي تو سامبلومون. شوفوا مثلا هادو لي سيستيم اللي هما مشهورين، كاين لو سيستيم بينير او لا ما عرفتش يقول العد ثنائي ولا ما عرفتش يقول، المهم فيها غير زير وواحد، يعني فيها غير زيرو واحد، نظمة العد الثنائي فيها غير زيرو وواحد، وهادي كتستخدم بزاف في الانفورماتيك لا بروغراماسيون اكسيتيرا. يعني لورديناتور راه كيفهم غير زيرو واحد، دايز دو ما دايز دايز دو هي واحد، ما دايز دو هي زيرو. دونك اما قالو انايا يعني انفورماتيك الكترونيك اوكي. مثلا ناخذو لي دي زيكزومبل، هذا 45 هو 2 بيسونس 5 فوا 1 2 بيسونس 4 فوا 0 بلس 2 بيسونس 3 فوا 1 بلس 2 بيسونس 2. يعني هذا اللي جينا نكتبوه هو 45 مكتوب في لاباز ديسيمال ياك نظمة العد الاشاري. الا بغينا نكتبوه في لاباز بينير هو هذا، تكتب 1 0 1 1 0 1 هنا باز 2، هذه هي لاباز بينير. اوكي هذه هي لا باز بينا، و 230 تاهو لا باز بينا غتكتب بحال هكا. كيفاش نكتبو في لا باز بينا؟ تو سامبل كنقسمو على جوج، تنبقاو نقسمو على جوج و كنشوفو. مثلا الطريقة باش نكتبو في النظام أو لا في لا باز بينيغ، مثلا عندي واحد العدد 12، مثلا ناخد شي عدد صغير باش هكا يجيني ساهل. ناخد واحد العدد 12 شنو ندير؟ نبقى نقسمو على جوج. دونك قسمتو على جوج غادي 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 يكون 12 على جوج هي 6، دونك هي ديفيزيبل باغ دو صافي. الباقي هو زيرو، الباقي هو زيرو، دونك سي 6 الباقي هو زيرو. أو نكتب الباقي فين نكتبو هنا؟ الباقي هو زيرو نكتبو هنا، أو ثاني 6 نقسم على جوج. 6 نقسم على جوج تكون يكون هو 3 والباقي هو 0. و 3 مقسم على 2 بيان سور غتكون 2 في 1 ولكن الباقي هو 1. و ثاني 1 مقسم على 2 غتكون 2 في 0 والباقي هو 1. دونك نشدو هادو نكتبوهم من تحت للفوق، نشوف شي هاديك مش باقي عاقل بعد نتا. 12 سي 1 1 0 0 لا باز 2، نشوف شي انا 12 دونك جوج او لا واحد عفوا واحد في جوج اس انا هيك ربعة اللي شفت دونك اس 3 زائد واحد جوج أس جوج زائد زيرو جوج أس واحد زائد زيرو جوج أس زيرو. واش هاد التانية هادي؟ التانية 8 زائد 4 هي 12. فعلا عضو إذا 12 هاد العملية درتها باش نتأكد باش بأن هاد الشيء عندي صح. دونك هذا هو التمثيل ديال 12 في نظام العد الثنائي ولا في لاباز بينير. صافي هادي طريقة باش كنديكو وكطبقو على جميع الأعداد كيف ما بغاو يكون.
مزيان، نرجع نكمل سيدينا. دونك هذا بحال دابا 230 هو هذاك بالنسبة ديالها لا باز لا شيغي فوكابيلاغ. دونك هاد التيوغيم مهم بزاف، هو انه الا كانت بي انه تي سوبيريور او ايكال ا دو تو تونتي ناتورالمون نول ان بو سيكخيغ دو مانيير اونيك سو لا فورم. الا كان عندنا واحد بي عدد اكبر من او يساوي جوج، يعني من جوج للفوق، هاد لي باز كاينين من جوج باز 2 3 اتسيتيرا، وانت غادي تعرف ديسيمال 12 اتسيتيرا. فهاداك الان يقدر يتكتب بواحد الشكل وحيد بهاد الكومبوزيسيون هادي، يعني A M في B بويسونس M A M موانز B بويسونس M موانز اتسيتيرا، بحال هاديك الكتمة اللي كنا كنكتبو هي هادي. اوكي شحال كاين لي من 0 حتى M؟ كاين M بلس A، M بلس A عندي من 0 حتى M. من 0 حتى M مزيان، شوفوا معايا مزيان. هاد A0 A1 A M سون لي سونتي تيل كو A M ديفيرون دو 0. هاد لي A هاد لي A هادو تكونو ديفيرون دو 0 بيان سور. إذا كانوا تيساوو زيرو أصلا ما تكتبوش، صافي ما كنكتبوهمش أصلا. وعندنا هادوك لي أ إي راهم انفيريور بي موان زا، أوكي سو انفيريور. مثلا إذا كانت الباز هي ديس، راه دوك هاد لي كويفيسيون تيكونو انفيريور ديس موان زا، اللي هي تسعود انفيريور إيكال ديس موان زا، اللي تيكونو من تسعود لزيرو. هادشي اللي بغاو نقصدو هنايا، ديما باش تفهمو هادشي رجعو لا باز ديسيمال بوغ توت اي من زيرو حتى الان. وكنكتبو ان هاد الان هو كيتكتب بهاد الشكل هذا، ا ام حتى ل ا زيرو في لا باز بي. دونك لا بروف ما منديرهاش بشكل كامل، ولا هادي الطريقة اللي وريتكم هنا اللي وريتكم باش تكتبو شي عدد في واحد لا باز. ندير وريتكم غير في لا باز بينير، وهادي في اي باز تقدروا ديروا هاد القضيه اللي كديروا دي ديفيزيون اوكليديان، كتاخذوا البواقي. دونك هادي اكزومبل، ندوزو نشوفو كيفاش نكومباريو جوج ديال لي نومبر مكتوبين في لا ميم باز. عندنا جوج ديال الاعداد مكتوبين في نفس نظمات العد، مثلا اكس واي كرو دوزونتي représenté le même système de numération. C'est d'abord le même système. Il est marqué dans le carnet bien sûr. Ah oui. Mais quand je mets dans le carnet, un le nombre écrit dans le système de l'échelle, un écrit dans le système de l'échelle, un dans la base binaire, un dans la base décimale. Carnet, on a dit ça est pas. On a redoué dans le même la base. Il m'a redoué juste dans la base décimale. Il m'a redoué juste dans la base binaire. Alors, dans le carnet. Alors, je vais mettre x et y. Fium. واحد من ان حتى ا زيرو، يعني فيه شحال من شيفر، قول من زيرو حتى ان بلس ان شيفر، وهذا فيه ان بلس ان شيفر. العدد لما نجي الارقام اللي كاينين، الحاله الاولى اذا كان ام كبر قطعا من ان، الوغ اي كبر من اكس. اذا كان هذا الام هذا كبر من ان، يعني هذا فيه لي شيفر اكثر من هذا، صافي راه كنحكموا على ان اي هو الكبير. بحال مثلا في نظمة العد العشري اللي كنقولوا مثلا عندنا عدد 1329 والعدد 129، شكون اللي كبير؟ كنشوفوا هذا فيه بزاف ديال لي شيفر اكثر من هذا، دونك هذا كبر من هذا بلا ما نناقشوا، نحسبوا غير العدد ديال لي شيفر، هذا فيه 4 هذا فيه 3، دونك هذا هو اللي كبير. نفس القضية فهنا، قلنا إذا كان ام اللي هو عدد ديال ام كبر من ان، صافي تنقولوا ان ايكغيك هو الكبير، ولكن ان هو الكبير تعرف اكس هو الكبير. كاين اللوكا الثاني اللي هو الا كان ام ايكال ان فيهم نفس العدد ديال لي شيفر، وغنرجع لكم قبل ما نقرا هادي غنرجع لكم لا ونعطيكم مثال. مثلا عندنا 924 و 233 وانا نقارنهم، ف كنجيو كنلقاو عندهم نفس العدد لي شيفر نفس الارقام. دونك شنو ندوز نقارن؟ نقارن اولا هذا وهذا، المئات مع المئات، شي ديال ابتدائي. نقارن لي سونتين مع لي سونتين، فانا تسعود كبر من جوج، صافي اذا هذا هو الكبير.
صافي. اذا كان عاوتاني هنا تسعد وهنا تسعد، اش كندير؟ كندوز نقارن عشرات، جوج صغار من ثلاثة، اذا هذا هو الكبير. اذا كان العشرة متساويين كندوز، اذا كان هو العشرة متساويين كندوز نقارن الواحد بحال هكا كنبقى غادي. فنفس القضية غادي يقولوا لنا هنايا في البروبريتي، انتوما شوفوا معايا، اذا كان ام و ان، اي سي ان تيكال ا ان، يعني سي ان تيكال ا ان، داروا لهم جوج ان تساوي ام تيكال ان، طب لي شيفر لهم تساوي، و سي ان موازا كتساوي ان موازا، حتى كنوصلوا للسي اي ديفيرون دو اي وكنقارنوا. الا كان سي اي كبر من اي، الوغ اي كبر من اكس، ولا كان الاكس على الاكس، نفس القضية. مثلا هادو بغينا نقارنو هاد اكس مع هاد ايكغيك، عندهم نفس الشيء، نشوف شحال من شيفر، هذا فيه خمسة وهذا غير ربعة، دونك اكس هو الكبير. سالينا بلا ما تقارن حاجة اخرى، ولكن نشوفو تاني هذا، هذا مع هذا، هذا هو الكبير باينة، وهذا مع هذا، غادي نقارن ربعة بحال ربعة، ثلاثة بحال ثلاثة، ولكن خمسة أكبر من جوج، ألوغ هذا هو الكبير. صافي سامبل 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 سامبل، لاديسيون لا ميتيبليكاسيون ديال دو نومبر غوبريزونتي في الميم سيستيم، ركزوا مزيان، لا ميم سيستيم، سيكونوا في الميم سيستيم، نيميراسيون، نفس نسبة العدد. عندنا جوج ديال الأعداد كنبغيو نديرو لهم الجمع في نظمة العدد، كاين القواعد لهاد القضية هادي. شفتوا هادشي ديال لي باز دو نيميراسيون؟ والله هادشي ديال التحضير، شي ديال التحضير يعني. جا هانتوما شوف، انا باش نوريكم مزاف، نذكركم بايام التحضير. مثلا اللي كنبغيو نديرو هاد جوج اعداد نجمعوهم مع بعضياتهم، يعني عندنا مثلا 513 بغينا نجمعوها مع مثلا نختار لكم بالضبط هذا العدد 17 مثلا، اش كنديروا؟ 3 زائد 7 هي 10، كنحطوا زيرو وكنحتفظوا بواحد الفوقاني، ياك تولينا هذه 2 زائد 1 هي 3، هنا 5 زائد 0 هي 5، ياك هذه. فنفس القضيه انا مثلا عندي، افترضوا عندي عندي واحد العدد اللي هو، نرجع لكم البي دي اف نوريكم، شوفوا معايا هنايا مثلا هاد العدد اكس اللي هو 5312 في باز 10 باز 6 عفوا باز 6، وكذلك 214 في باز 6 اللي هو ايكغيك. تقدروا ديروا، لو بغيتوا ديروا الجمع ديالهم اكس زائد ايكغيك، تقدروا تفرقوهم، يعني تكتبوا اكس هكا تفرقوه في لاباز 6، بما انه مكتوب في لاباز 6 فهو 5 في 6 3 زائد 3 في 6 2 زائد، وعاد جمعوهم وعاد ردوا صبهم في لاباز 6، يعني تجمعوهم، تجمعوا دوك اللي عندهم الاس بحال بحال، راكم عارفين، باغي تحصلوا عليها بسهوله. وكاينه طريقه اخرى اللي هي هذه، هذه اللي في الجنب هنا 5312 214، وكديروا نفس القضيه 5312 214. نرجع ل فها هما في لاباز، هادي في لاباز خدامة في لاباز، بس نكتب عليها 5312 لاباز 6 و 214 خدامة هنا في لاباز 6. نديرو لهم لا صوم، كنديرو انت كلاس دو 2 بلوس كلاس ديال 4 هي كلاس ديال 6 اللي هي كلاس ديال 0، ولكن راها كتشبه لأننا هنا وصلنا ل 10، ملي كنوصل ل 10 اش كنديرو؟ كنرجعو كلاس 0 وكنحسبتو بواحد، لأنه كملنا كلاس، كملنا لحد 6. فنفس القضية اللي كنديروها مع 10 نديروها مع 6، أنا وصلنا ل 6 غنديرو كلاس دو 0 ياك، وهنا نديرو واحد واحد هنا، دونك تولينا هنايا 2 بلس 1 هي كلاس دو 3، كلاس دو 3 مازال موصلناش، دونك 3، وهنا عاوتاني 3 2 هي 5، و 5 و 0 هي 5، دونك هاهي جمعنا. نفس القضية بكل سهولة، نفس القضية سي سامبل، ورايك تشوفو. حتى
حتى الجيبليكاسيون كاينه يعني نقدروا نديروا الضرب تاهو بنفس الطريقه، سواء تشدوا الاو بي مثلا عندنا اور 132 في لاباس 5 وبي هو 134 في لاباس 5، نقدروا نشدوهم نفكوهم نكتبوا التفكيك ديالهم ونديروا الضرب ونغوكوبيو هذاك الشيء ونقعدوه باش نحصلوا على الشكل هذا، وفي الاخر نلقاو مكتوب في لاباس 5 هذا هو. او نديروا الضرب عاوتاني بنفس القواعد، نديروا الضرب هنايا كلاس دو 2 في كلاس دو 4 هي كلاس دو 8، اتبقى 3 لان فتنا 5 قلنا 3 وهي غادي صافي. هادشي اللي كاين. ندوزو للكريتير دو ديفيزيبيليتي او لا مصادق اللي كيخلونا نقولوا واش هاد العدد ديفيزيبل ولا ماشي ديفيزيبل، ولكن هادشي اللي نخدمو في لو سيستيم ديسيمال يقول لكم مثلا بين ان هاد العدد يقوى القسم على 11، بين ان هاد العدد يقوى القسم على 9، بين ان هاد الاسئله كيتحطوا تحت في الوطنيه تتحطوا. فمثلا السوري كم بغي نتحول بها والو ما عرفتش. هاد لي كريتير دو ديفيزيبيليتي تيخلينا نقولوا واش واحد العدد هو ديفيزيبل باغ، غنهضروا هنايا على 3 و4 و5 و9 و11 و25، فوقاش نعرفوا ان واحد العدد ديفيزيبل باغ هاد لي نومبر. فمثلا اذا كان عندنا اكس مكتوب بهذا الشكل في لاباز ديسيمال، انا غنهضروا على لاباز ديسيمال. شوفوا هنا لاباز ديسيمال الوغ عندنا لي زيكيفالونس اكس تيغا 0 مودولو 5، يعني اكس ديفيزيبل باغ 5 فوقاش اكس تيقبل القسم على 5 الا كان ا0 هو 0 ولا 5. عندنا راه كاين غلط صافي، عندنا غالطين يكون 0 ولا 5، يعني هنا ناقص تكون 0 ولا 5، 0 و 5 صافي 0 و 5. يعني شنو اش كاين هذا الشيء؟ ان واحد العدد تيكون قابل للقسم على 5 اذا كان العدد ديال الوحدات ديالو ا0. شوف ا0 فين كاين، هادي ا0 ها هو. اذا كان ا0 عدد الوحدات ديالو هو 0 ولا 5، باينه هادي بحال مثلا 15 20 25 فيهم في الوحدات ديالهم في الزينيتي ديالهم كاين 0 ولا 5، هادو هما الاعداد اللي قابل للقسم على 5. شوفوا هنا دو عدد القابل للقسم على 25، يعني اكس تيكرا 0 موديلو 25 فوقاش. الا كان ا1 ا0 لاحظوا شنو خدينا ال ا1 بنو السلوك ا1 هذا و ا0. الا شدينا هذوك لي دونوم في لاباس 10 خصو يكون ديفيزيبل باغ 25 صافي. يعني مثلا عندك 1225 1225 كيفاش تعرفوا واش ديفيزيبل باغ 25 ولا لا؟ فوالا 1225 لاباز 10 بيان سو. شنو خصك دير؟ تاخد غير هاد البارتي هادي يعني ا0 ا1، يعني تشوف واش هادي ديفيزيبل باغ 25 ولا لا. تاخد هادي بيان سور هادي راه 25 راه ديفيزيبل باغ 25، لان هادي كتسوى 25 هي 25 حيت لاباز 10 هادي راه ديفيزيبل باغ 25، دونك هاد الاعداد كامل ديفيزيبل باغ 25 صافي. نشوفو غير العدد الوحدات ولا العشرات، ناخدو لي دو شيفخ اللوال ا0 ا. مازال غادي نرجع ل كنت نو زيد واحد القضية أخرى وهي بالنسبة لديفيزيبيليتي باغ 4 في 3، نقولو بلي إكس تيكال 0 موديلو 4 أو تاني إلا كانو دوك دو شيفخ ديفيزيبل باغ 4 صافي، نفس القضية ديال 25. بالنسبة لثلاثة هنا أربعة فوقاش يكون إكس ديفيزيبل باغ 3 يعني إكس تيكال 0 موديلو 3، إلا كان لا صوم ديال لي شيفخ ديالو كامل هي ديفيزيبل باغ 3. مثلا نعطيكم مثال
وقاش نعرفوا ان هذا العدد هذا مثلا 100 95 نقولوا واش ديفيزيبل باغ 3 ولا لا؟ شنو غنديروا؟ نجمعوا لي شيفر ديالو، يعني نديروا 1 زائد 2 زائد 3 لا سوم دي اي، يعني تكون من سيجما ايكالا 1 ايكالا 1 يسكا ان ديال لي اي. هو هادي اللي قصدو بها، يعني 1 زائد 2 زائد 3 شنو غتعطينا؟ 5 6 غتعطينا سيدي 6، و 6 راها تيكالا 0 موديلو 3 ياك. دونك هاد العدد كامل ديفيزيبل باغ 3 صافي، دونك لي ديفيزيبل باغ 3. عفوا عفوا سمحوا لي غلطت، انا جيت باش نكتب انا 125 وانا درت 3، انا 5 خصني ندير نورمال، انا 5 دونك تقلب القضيه دابا ماشي ديفيزيبل باغ 3 تكون هنا 7 و 8 و 8 راه ني با ديفيزيبل باغ 3، دونك هاد العدد ني با ديفيزيبل باغ 3. ولكن الا كانت 123 انا غندير 1 زائد 2 زائد 3 عطينا 6، فعلا هاد راه ديفيزيبل باغ 3 صافي مزيان. دونك نرجعو بالنسبة لديفيزيبيليتي باغ 9، يقولك بين واحد العدد ديفيزيبل باغ 9 تا هو نفس القضية اللي كديرو 3 كتجمعو ليه الشيفر ديالو خصهم يكونوا ديفيزيبل، داكشي اللي كيخرج لك خصو يكون ديفيزيبل باغ 9. وكاينه عاوتاني بالنسبة ل 6 لا ديفيزيبيليتي باغ 11، فوقاش نقولو ان واحد العدد هو قابل للقسم على 11 اش كنديرو؟ كنديرو لا سوم لا ديفيرونس، عفوا لا ديفيرونس ما بين لا سوم دي شيفر لي لو رون ديالهم باغ ناقص شيفر لي لو رون ديالهم امباغ. كيفاش؟ غنعطيكم مثال باش تفهمو مزيان. مثلا نشوفو معايا هاد لو شيفر هذا 919380 ياك. عندنا كناخدو هاد لي نومبغ 9 و 8 و 1 و 1 و 3 و 0، 9 و 8 أولا 9 و 8 كنجمعوهم كيعطيونا 26، كذلك 1 و 3 و 0 كنجمعوهم كيعطيونا 4، كنديرو لا ديفيرونس كنديرو 26 ناقص 4 عطانا 22، و 22 راه ديفيزيبل باغ 11، دونك تنقولو أن هاد العدد كلو ديفيزيبل باغ 11 صافي. وهادشي اللي عبرو عليه هنايا بهاد لا سوم هادي، غادي تصحح عليكم كتر هاد لا سوم هادي، هاد لا سوم اي من اي غا زيرو حتى ل ان ديال هاد موان زان بويسونس اي ديال اي. علاش؟ لانه هنا كان اي هو زيرو غتكون هاد ناقص واحد اس زيرو هي واحد غتكون اي، ولكن ملي غتولي اي هي واحد غتكون موان بحال تكون ان او لا ا زيرو موان A1 plus A2 moins A3 plus A4 moins A5 ou y a ça nous donne AN. AN va être moins 1 plus N. La stade N ou les objets ou la farde de ça. Donc, quand tu m'as dit qu'on nous fait un petit peu le cadre. Alors, moi, les critères de divisibilité par les nombres d'eau, ou à dire que j'ai fait le cours de l'arithmétique dans Z. Quand tu m'as dit qu'on fait comme Z, fait le cours. Quand tu m'as dit qu'on a fait le cours, ou à où tu fais. و بيان سور لي بغا يعني يستافد من لي كور اللي كاينين في البلاتفورم دي زيكزامان ناسيونال كوريجي لي زيكزيرسيس كلشي راه غتلقاو في البلاتفورم في الديسكريبسيون لا بلاتفورم اجي تفهم اكاديمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كان معكم زكريا بويشه، السلام عليكم.